بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته الان وكل اوان والى ظهر الدهرين كلها امين. اهلا بكم في الحلقه العاشره من برنامجكم إيركياك، طياره التسبيح اللي بتقودنا عبر التسبيحه الكياهكيه وتاخذ عقولنا واذهاننا وترتفع بها الى فوق. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن لحن بدايه التسبيحه، هو لحن تنسينه، وعرفنا ان اللحن ده الكنيسه بتحسنا بيه ان احنا نبتدي التسبيحه ونسهر ونركز بذهن منجمع. بعدها رتبت كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه المسترشده بنعمه الروح القدس ان يجي بعد لحن تنسينه على طول الهوس الكيهكي. الهوس الكيهكي ده فيه لحن كبير في اوله اسمه لحن القلي الكبير. اللحن ده لحن طويل شويه، وعلشان كده ما بقاش بيتقال كتير في الكنيسة. هو زمن اللحن من 25 دقيقة لنص ساعة تقريبا، وعلشان كده ما بيتقالش كتير، ولكن اللحن ده معناه الليلو يا المجد لإلهنا، الليلو يا المجد لإلهنا. وبكده الكنيسة بتبتدي معانا التسبيحة بتقديم التمجيد لرب المجد، علشان نبقى فاهمين ان هو ده أساسا الغرض بتاع التسبيح. غرض التسبيح هو تقديم التمجيد والتسبيح لرب المجد، وده اللي على كل الألحان القبطية الجميلة. وبعدين يجي الهوس الكيهكي، وهو عبارة عن قطعة منتخبة من المزامير في شكل أرباع. القطعة دي بتتكلم عادة عن التجسد. القطعة دي مش شرط تبقى أربع جمل أو أربع شطرات، أوقات تبقى سبعة، أوقات تبقى ثمانية، على حسب العبارات اللي متاخدة ومتجمعة مع بعض. الكنيسة بتسبح بيها وبتعطي بيها المجد لله، وبتاخد من ما قيل في المزامير ما يخص التجسد. الربع الأول فيه ليه لحن قد يقال، ولكن مش دايما برضو لأنه طويل شوية، وبعدين بيتقال دمج. سبحوا الرب تسبيحا جديدا، سبحوا الرب آياتها الأرض كلها، سبحوا الرب وباركوا اسمه، رتلوا من يوم إلى يوم بخلاصه، واخبروا في الأمم بمجده وفي جميع الشعوب بعجائبه، لأن الرب عظيم ومبارك جدا ومخوف على كل الآلهة. هللويا. كل الأرباع بتاعت الهوس الكيهكي بتنتهي بهللويا. وأوقات كتير يقال الربع الأول باللغة القبطية هوس بشويس خن أهوس مفيري، هوس بشويس بكاهيتير، هوس بشويس زمو إبفران، وهكذا لنهاية الربع. وفي الختام في ربع في الهوس الكيهكي له لحن أيضا مختلف، وكان في نهاية الربع ده عادة بيختم بنغمة أمينة للويا لبداية الهوس الأول، وكان الكلام ده قبل ما الناس تبتدي تقول المديحة المشهورة الجميلة اللي بتيجي بعد الهوس اللي هنسمع عنها في الحلقة الجاية. كان لحن ختام الهوس نم بابي صافي وانت في قاري ايناي وانسكاتي انيناي انت بشويس اللويا اسمو ثانيا كوني ايفول نايوتين من نايسني يوشني الاري ايجوي خن او اغابي تيتي هو روتين اري باميف ايزوك ساباتري كي ايو كي اجيوب نفماتي كنينكا إن كيسوس إيونا ستوني أونون أمين الليلويا. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. وكنا نبتدي بعدها الهوس الأول مباشرة، ولكن زي ما قلنا جت المديحة اللي الكنيسة أدخلتها والناس كلها حبتها، وهنتكلم عنها في الحلقة الجاية إن شاء الله. انتظرونا. ولإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهرين كلها أمين.